كنت قلت عنوانه فقط مجموعه من التفصيلات الصغيره، ان المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابه امن الدوله العليا امر بحبس متهم اردني لمده 15 يوم على ذمه التحقيقات، وهو متهم بتهمه التخابر لصالح الموساد الاسرائيلي جهاز المخابرات الاسرائيلي. والتحقيقات قالت ان هو حاطط مجموعه من اجهزه التنصت على الاتصالات الهاتفيه داخل مصر. والنهارده المستشار طاهر الخوري المحامي العام بنيابه امن الدوله انتقل بصحبه عدد من رجال الامن وتم القبض على المتهم داخل منزله، وتبين انه استأجر هذا المسكن للاقامه به خلال الفتره المتواجد فيها في البلاد. اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني والاستراتيجي، اهلا بك سياده اللواء، ازي حضرتك؟ يعني انا مش عارف، هي كترت شويه اليومين دول. الحقيقه صح. ويعني يمكن اقول لك حاجه جديده طبعا. يمكن ما حدش يعرفها قبل كده، ان ما اعلن اليوم ليست القضيه الوحيده من التخابر الاسرائيلي في الفتره السابقه، ولكن هناك قضايا اخرى تم القبض عليها في فترات قريبة ولم يعلن عنها لأسباب تمس مصلحة مصر. يعني إنما قضايا أخرى للتخابر وهذه أول مرة تعلن. أيوة. تم القبض عليها وموجودين في حوزة النيابة والقضاء وبيحاسبوا، ولم يعلن عنها نتيجة الظروف معينة كان لابد من المصلحة القومية أن لا يتم الإعلان عنها. يعني في بعض الأحيان عندما يتم الكشف عن شبكة جاسوسية أو عن جاسوس، نعم، مش لازم يتعلن عنها بالزبط، رغبة في مزيد من السرية لحد مثلا ما أطراف الشبكة تيجي بالزبط، أو أن احنا نستقي كافة المعلومات، أو أن الإعلان عنها يخلي الطرف الآخر ياخد حذره في بعض الإجراءات، أو قد تكون مرتبطة بقضايا أخرى هتتقبض عليها وبالتالي مصلحة تستدعي عدم الإعلان عنها. فهذه ليست الأولى. لا خالص على الإطلاق، في مجموعة أخرى. لأن نعم، يعني ده يدينا يعني مؤشر تفاؤل بس مؤشر حزن كمان، أن يعني في استهداف كثير لمصر. طب بالتأكيد ده المؤشر الحزين، أن الشغل دلوقتي نعم، زي بيقولوا كده يعني سخن، على فكرة ان حاسين ان مصر دلوقتي مرتع لان هم ممكن يخشوا يشتغلوا صحيح فيها. كلام صحيح. لكن الجزء الايجابي ان الاجهزة الرقابية شغالة وعينيها مفتوحة وبيتم المخابرات العامة تحديدا. المخابرات قابضت على كل هذه القضايا. واحنا يعني بنقول كان في يمكن كتير قوي بيكلموني ويسألوني ليه الفيسبوك عليه بعض المجموعات او بعض الناس اللي تنتقد المخابرات العامة، وهذا الحقيقة يعني انا شايف ان هو شيء غير جيد على الاطلاق. المخابرات العامة جهاز محترم للغاية، وجهاز بيعمل ليل نهار بمنتهى التجرد. يعني لا حد فيهم عايز حاجة زيادة، ولا حد بيطلب طلبات ولا حاجة، ناس بتشتغل لشغلها. ورغم هذا برضو ما نفدوش من بعض الانتقادات في الفيسبوك، وده حقيقة شيء أحزنني جدا، وأنا كنتش أعرف لكن الناس اللي قالت لي يعني الحقيقة، وأنا بتصور أن هذا غلط في حق الناس الحقيقة. يعني هو غلط، هو انتقادات ولا هي فكره مجرد بس انه حاله من حالات علامات الاستفهام، باعتبار ان المخابرات العامه هي جهاز من الاجهزه اللي موجوده في الدوله، واللي بعد اللي حصل بعد 25 يناير هو محاوله للفهم لكل دور من ادوار هذه الاجهزه. لكن حضرتك شايف ان هو والله تامر كان تشكيك كمان، كان تشكيك وده شيء مش لطيف. لا حقيقة. طبعا ما حدش يقدر يشكك بالزبط في بالظبط، يعني انا بسميها دايما العمود الفقري. بالظبط كده. جزء يعني القومي. زي ما بيقولوا الملاذ النهائي لنا يعني. صحيح. يعني هي الناس دي الحقيقه بتشتغل، وعددهم اصلا مش كبير اساسا، وناس بتشتغل للبلد حبا في البلد ولا اكثر ولا اقل. طبعا. وعلى طول على مر السنين يعني الجهاز ما حصلش فيه غلطه، يعني لا مره احد فيه اخطا او احد فيه خد مزايا. لا، وزي ما حضرتك تفضلت يعني بالنسبه لنا هو في هيئتين او جهازين او كيانين لا يجب المساس بيهم. بالظبط. داخليا القضاء لان هو الحصن الحصين بتاعي بتاع حضرتك لما ما عرفش اخد حقي. صحيح. وعلى مستوى الامن جهاز صحيح. الامن القومي بالزبط. المتمثل في المخابرات العامه والمخابرات الحربيه. صحيح. يعني دي اجهزه لا يمكن لا التشكيك ولا المساس بيها، والحق كمان يقال ان ما شفناش منها غير الجانب الطيب. صحيح. يعني شغلهم على مدار السنوات الماضيه الحمد لله حفاظ على الامن صحيح. القومي بشكل صحيح. رائع بالتاكيد. هل تعتقد ان التشكيك ده، انا برضو مش عايز اخش في النوايا، لكن ربما يكون جزء من عملية الاستهداف الكبيرة؟ أمال طبعا بالتأكيد. يعني هو من قام بهذا العمل التشكيك افراد مصريين، يعني واضح تماما من خلال الفيسبوك ان هم مصريين، ولكن مصريين قد يكونوا بالتأكيد اخذوا تعليمات من الخارج من جهة ما، وقد تكون ايضا اسرائيل، لتنفيذ مثل هذه العمليات. محاولة عمل شرخ بين في الثقة بين المواطن وبين جهاز محترم زي ده، محاولة التشكيك فيه باستهداف ان هو يحاول يهدم فيه او يخلي الناس اللي فيه تبقى حزينة او زعلانة او الناس، يعني اهداف كثيرة جدا طبعا. ولكن في النهاية انا بتصور ان يعني الغالبية العظمى من الشعب المصري يعلم تماما قدر هذا الجهاز ويقدره، والاعمال هي اللي بتكشف يعني صحيح. يعني اعمالهم هي اللي بتتحدث عنهم يعني. مظبوط. طيب بالنسبة للقضية اللي احنا بنتكلم عنها، ضبط مواطن اردني وحكم عليه 15 يوم على ذمة التحقيقات، الملابسات اللي عند حضرتك برضو خليني اقول لك حاجة لأول مرة تذاع.
هو الحقيقة مش متهم واحد، هم أربع متهمين، اثنين مقبوض عليهم واثنين هاربين إسرائيليين. المواطن الآخر المقبوض عليه بكل أسف مصري، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي متهم مصري ومتهم أردني من أصل فلسطيني، ودي برضو أول مرة تتقال. وبالتالي هناك اثنين متهمين مقبوض عليهم، ويمكن كما تفضلت وكما تفضل سيد مستشار هشام بدوي وقال إن في القضية فيها مستندات وفيها أدلة وفيها مستندات مادية، يعني في أجهزة تم القبض عليها أيضا وضمن القضية، يعني في مضبوطات في مضبوطات بالضبط، وبالتالي هي قضية متكاملة وفيها اعترافات، يعني مش مجرد اجتهادات او تحريات، لا ده تحريات ادت الى القبض عليه بمضبوطات واجهزه واحراز زي ما بيقولوا، واعترافات. لكن هو الجديد ان هم اربعه متهمين بالظبط، اثنين تم القبض عليهم بالزبط. اردني من اصل فلسطيني وفي حوزه النيابه حاليا، اردني من اصل فلسطيني بالزبط. وللاسف الشديد يقال انه مصري، لان انا ما اقدرش اقول انه في مصري بيتجسس على بلده الحقيقه، لكن هو يقال انه مصري بالاضافه الى اثنين اسرائيليين دول هاربين بالظبط كده. دي المعلومات المتوفره. زائد ايضا نقدر نقول ان هذه القضيه قبض عليها وتم يعني متابعتها بعد 25 يناير. اما القضايا الاخرى اللي كنت بحكي لك عليها قبل 25 يناير. وبالتالي لكن دي قضيه حديثه. حديثه وجاءت ايضا للظروف الامنيه والتغيرات حدثت في مصر. يعني استغلالا لهذه الظروف تم دفع هؤلاء الناس بسرعه لتلبية احتياجات خاصة بالمخابرات الإسرائيلية. وده دليل على أن الفترة التي قيل أن فيها فوضى أمنية في مصر أو فلات أمني، أجهزة الأمن القومي المتمثلة في المخابرات العامة والمخابرات الحربية يعني بيضعفوا عملهم. بالضبط كده. وكان فعلا يعني هم يعلموا تماما الظروف الأمنية الموجودة كانت هشة إلى حد كبير، وبالتالي الحقيقة الناس دي رفعت درجة استعدادها بدرجة عالية جدا. والناس دي فعلا ما كانتش بتروح، وبالعكس كان يعني الجهد مضاعف. وده نتج عنه هذه القضية، وأعتقد يعني الفترة القادمة في كمان حاجات تانية، في واحدة هيتم الكشف عن أشياء أخرى. طيب في ذهن حضرتك يعني المعلومات الواردة عندنا، واكيد حضرتك عندك معلومات اكتر، في فكره انه اولا عرفوا ان هم حاطين اجهزه تنصت على مجموعه من الاتصالات الهاتفيه، ده بيبقوا عاملينه ازاي او بيبقوا عايزين يراقبوا مين؟ يعني الجهاز التجسسي ده بيحطوه على ايه؟ على مسؤولين ولا مواطنين عاديين زينا؟ يعني ايه الهدف التخابري فيه؟ على شخصيات بعينها، يعني هو مهتم بشخصيات معينه، يا اما شخصيه عايز يقترب منها مستقبلا فبيعرف شخصيته ايه واتصالاته ايه ومعارفه مين، حتى يستطيع انه يقترب منه في فتره مستقبله، ليس مش 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 بالضروره يكون شخصيه عامه، مش بالضروره يكون وزير ولا سفير ولا حاجه، ممكن هو شخصيه عاديه ولكن يريد ان يصل اليه، عشان يصل اليه لابد ان يجمع معلومات كثيره عنه، يصل اليه يا اما تجنيدا بالظبط كده او استهلالا او استهدافا بالظبط كده. تمام. وبالتالي لابد ان يجمع اكبر قدر من المعلومات الشخصيه عنه حتى يستطيع التعامل معاه، يعرف تفكيره ايه، يعرف مستواه ايه الثقافي والفكري والمختلف، وبالتالي دي هذه كل البيانات دي طبعا بتفيد جدا في عمليات التجنيد وعمليات الاقتراب. مظبوط. طيب ده بخلاف اجهزه التنصت اللي حطوه، هل في اي مضبوطات اخرى او في اعترافاتهم قالوا ان احنا كمان عملنا كذا عملنا كذا، ولا هو كان تنصت بس؟ لا، هو كان في حاجات تانية كتير، بس نتيجة ان القضية ما زالت في التحقيقات انا بتصور ان مش مفروض ان احنا نتكلم تفصيلات كتيرة، لان اعتقد ان ممكن الكلام ده هيأثر على سير التحقيقات، مش بس سير التحقيقات، ويمكن على افراد اخرين موجود اساميهم في التحقيقات ممكن يخلوا بالهم، او ممكن يبقى لان في ممكن تحقيقات هتجيب ناس تانية احتمال. طيب ما هو ده يدفعني لسؤال حضرتك، ان زي ما حضرتك قلت ان في بعض قضايا التجسس والتخابر بيبقى من الاصلح عدم الكشف لحد ما خيوط القضيه كلها تكتمل، هل في هذه القضيه حسنا فعلت الاجهزه النهارده انها كشفت واعلنت؟ بالتاكيد. اولا برضه ما يؤكد الكلام اللي حضرتك بتقوله ايه، ان حتى مستشار هشام بدوي النهارده لما قال على الشخصيه الاردنيه لم يذكر اسمه. مظبوط. مظبوط. احنا عندنا مواطن اردني بس فعلا، ده هو طالع هو البيان اللي قاله كده فعلا، لم يذكر اسمه على الاطلاق. ده ايضا اجراء تحرزي علشان برضو استمرار التحقيقات في المسار اللي هي ماشيه، وان هو ما تقالش ان معاه واحد مصري زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي. برضو ده جزء بس انت قفشت السر دلوقتي. بس ما قلتش اسمه برضو. انا عارف اسمه بس مش هقوله برضو. لا، ما ينفعش يتقال لانه اساسا لا يستحق ان يذكر. صحيح. يعني طبعا احنا مش عايزين نستبق، لان هو لحد دلوقتي اسمه متهم بالظبط، بس حضرتك بتقول في مضبوطات وفي اعترافات. امال. طبعا اعترافات. امال اعترافات. طبعا. وبالتالي يعني مصري اعترف يا ستي. امال. يعني كنت نفسك تبشرني تقول لي لسه بيظبطوه، لسه بيحاولوا معاه. اعترف، لان كان معايا ايضا بعض الحاجات اللي قبضت عليه معاها، واعترف الحاجات دي جات له ازاي اصلا واستخدمها، يعني جات له باسلوب ازاي، واسلوب الحقيقه شائع جدا. يعني هل في اعترافاته او في اي كلام له علاقه ان هو بس التخابر ده من اجل الفلوس؟ يعني المصري بالنسبه للمصري ده هو
والله هو يعني هو موتور جدا موتور يعني موتور جدا نفسيا وحاقد على البلد وحاقد على الدنيا وبالتالي كان سهل الوصول اليه يعني من جهاز مخابرات بالضبط يعني يعني صعب قوي ان انا اجي لواحد وطني بيحب بلده واجنده يعني هياخد وقت وعلى فكره عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا مش معنى ان وطني معناه انه سعيد في بلده وبيحبها هو بيحبها ممكن يكون متضايق من اوضاع طبعاً. داخليه سياسيه مش لاقي ياكل بس في فرق ما بين ده خيانه الارض وخيانه الشعب وخيانه البلد دي كارثه حد بقى ما يعني ملوش حد مهما كنت ما ملك مشاكل مع البلد لكن طبعاً. ما تقتربش من هذا الخط على الاطلاق ما ينفعش بدليل اللي كان ليهم مشاكل مع البلد عملوا ثوره 25 بالظبط كده اهو صلحوا البلد كده. بالطريقه المحترمه السلميه مش ان انا الطريقه يحبوا فيها البلد اكتر بالظبط مش ان انا ادي طعنه في ظهر البلد تدي طعن للشعب المصري كله طبعا 85 مليون يعني بأي حق تدي نفسك هذا الحق بأي حق تخون شعب وتخون دولة ليه يعني الحقيقة حاجة غريبة جدا يعني لا دي حاجة قاسية والحقيقة حضرتك لما بتقول لي يعني انا ما كنتش عايزك تقول لي المصري ده لانه فعلا بتضايق وبحس بحالة من حالات الكسرة الفظيعة لما احس ان في واحد بيحمل كلمة مصري دي ويخون بلده بالزبط. وتبقى شيء في منتهى الإيلام بالظبط زائد الحقيقة يعني برضو يعني لما يبقى بيستهدف امن هذا البلد في ظروف زي دي يعني القضيه دي بعد 25 يناير انت تعلم ان البلد في وضع امني سيء طبعا. ما تستغلش هذا الوضع ضد شعبك وضد بلدك ضد ارضك وضد وطنك يعني اعتقد حتى في هذا التوقيت كمان الجرم اكبر يعني ده مش خيانه عظمى بقى دي خيانه دبل بالظبط كده هتجينا امتى ثانيه يا سياده لو لما تؤمر ان شاء الله لا الامر لله لكن هو حضرتك بتجينا دايما بالخير بالمعلومات اي وقت يسعدني طبعا ربنا يخليك واضح ان في لسه يعني خلال الايام القادمه ستتكشف ربما عن معلومات في هذه القضيه 15 يوم كده ولا حاجه 15 عشان يوم يطلع يعني يطلع بينات اكتر والدنيا هتبان او ربما قضيه اخرى يعني في قضايا اخرى طيب انا انا لمنتظرون ان شاء الله شرفتنا يا سامح بيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا فاصل ثم نواصل